أحمد ولد بنهاية 2017، كنا ساكنين بالغوطة الشرقية قبل التهجير. بعد ولادته 15 يوم تقريبا صار في قصف على المبنى اللي كنا ساكنين فيه. القصف سبب له نزف بالدماغ، طبعا ظروف الحصار وما كان في علاج بالغوطة. الوقت اللي تهجرنا لإدلب تقريبا ببداية شهر نيسان 2018، وصلنا لإدلب عرضته على الأطباء والمشافي، ما في يعني اختصاص ممكن يعطينا نتيجة حتمية لحالته، ولكن كان في عدة أدوية وعدة علاجات وعلاج فيزيائي، ما استفاد. بوقت اللي صار عمره سنتين تقريبا بنهاية 2019 حولونا لتركيا، دخلنا من معبر باب الهوى أنا والطفل. حاولنا كثير على المعبر أنه ندخل أنا والعائلة كلها، في عندي لسه أنا زوجتي وبنتي عمرها 5 سنين، ولكن ما سمحوا، فقط مرافق وحيد مع الطفل. هون مشكورين يعني المشافي استقبلونا وقدموا لنا مثل ما يقولوا كورس علاج بالمجان، ولكن بسبب ظروف الوباء وكورونا هذا الأمر توقف. يعني هلأ الأطباء هون شخصوا له الحالة بنزف دماغي تسبب له بعجز حركي أو عجز عن التحكم الحركي. هلأ علاجه، فترة العلاج هي على المدى الطويل، يعني ممكن تأكل سنة سنتين حسب استجابة الجسد، لأنه في عنده إعادة تأهيل، في عنده تعليم، في عنده تعليم على الوقوف على المشي، كل هاي الأمور هو عاجز عنها. يعني الطفل لا بيقدر يوقف، لا بيقدر يزحف، لا بيقدر يمشي، حتى البلع بالنسبة له سيء. أنا إذا بدي طعمي وجبة أكل ممكن تأكل معه ساعة، البلع عنده كتير سيء، فهو بحاجة لرعاية مكثفة، وهذا الأمر عم قوم فيه لوحدي يعني بسبب عدم وجود زوجتي. فأنا ملتزم مع الطفل بشكل 24/24، حتى خلال النوم أنا ممكن لا أكون صاحي، لأنه ممكن هو يقلب على جهة ما يقدر يتجلس فبيختنق. فهذا الأمر يعني صعب كتير علي. حاولت أنا أقدم طلب لإحضار زوجتي وطفلتي بمعبر باب الهوى، طلبوا مني جوازات سفر للعائلة، وهذا أمر غير متوفر، يعني الجوازات السفر هي من عند النظام والعائلة بإدلب، فهذا أمر مستحيل. يعني قدم الطلب عند إدارة الهجرة ببيازيد كمان على أساس أنه ممكن يتصلوا فينا وما اتصلوا، وصار اللي صار، يعني سكرت الحدود وهيك. هلأ أنا ممكن أطلب عبر من بركون يعني أنه مساعدتي بإحضار زوجتي وبنتي، هذا الأمر بيريحني كتير. يعني حتى أنا من ناحية العمل أنا ما بقدر أشتغل، أنا في عندي مصروف هون وفي عندي مصروف عائلتي اللي بإدلب. شو أخبارك؟ هيك يا أحمد؟